هل يعيش الأحياء في المقابر؟ في إدلب نعم يفعلون ذلك، فهؤلاء النازحون لم يجدوا مأوى لهم، فاضطروا لجعل هذه المقبرة سكنا لهم بعد أن باتت المخيمات تكتظ بمئات الألوف. لا يملكون سبيلا للخروج من البؤس والتشرد، فهم محاصرون منذ سنوات عند الشريط الحدودي مع تركيا. لا هم يستطيعون العودة إلى منازلهم بفعل التصعيد الأخير الذي شنته ميليشيات أسد، ولا هم قادرون على المضي قدما للدخول إلى الأراضي التركية. لا خيار لهم سوى انتظار الموت، هكذا تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في أحد تحقيقاتها التي تأتي ضمن اهتمام وتغطية الصحافة الغربية لما يجري من كارثة مهولة للغاية في إدلب، دون أن يكون هناك تحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. حقيقة تحذر منها الصحيفة الأمريكية أن هؤلاء سيموتون عاجلا أم آجلا، سواء بسبب برد الشتاء أو لنقص الرعاية الطبية أو بسبب الجوع، فيما يتساءل سوريون من سيكترث اليوم والحال هي منذ 9 سنوات. ومع سريان وقف إطلاق النار الجديد المخترق من قبل ميليشيا أسد، يحاول نازحون خلسة العودة إلى منازلهم المدمرة في مدينة الأتارب غرب حلب لأخذ بعض الأثاث ليعينهم في رحلة نزوحهم أو ليؤجل موتهم قليلاً، غير واثقين مطلقا بالهدنة المزعومة التي ما فتئت الميليشيات الطائفية ومن ورائها روسيا بخرقها منذ لحظاتها الأولى. سمعت أنه صار هدنة وجيت اتفقد بيتي وشو صاير، في وضع في أضرار وفي قصف حوالي البيت وهيك، وهلأ راح نشوف إذا في مجال نرجع على الأتارب.